السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا وطالباتنا في الصف الثالث المتوسط من ثانوية عشّار الأهلية. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله هو موضوع اسم المفعول، سنأخذ الاشتقاق والعمل. لنبدأ أولا بمعرفة اسم المفعول. ما هو اسم المفعول؟ اسم المفعول هو كل اسم مشتق بمعنى مأخوذ. من أين؟ من الفعل المبني للمجهول للدلالة على من وقع عليه الفعل. إذن أنا أشتق اسم المفعول من الفعل المبني للمجهول. ما هو الفعل المبني للمجهول؟ يجب أن نتذكر سابقاً في مرحلة سابقة لهذه المرحلة في الثاني متوسط درسنا الفعل المبني للمجهول. الفعل المبني للمجهول هو كل فعل ماضي مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر. مثلاً كتب ثلاثي وهو ماضي. إذا أردت أن أجعل كتب مبني للمجهول أقول كتب، أي أضم الأول وأكسر ما قبل الآخر. أما إذا كان مضارع فيجب أن نضم ياء المضارعة ونفتح ما قبل الآخر. يكتب فعل مضارع، يكتب كفعل مبني للمجهول، وسمي مبني للمجهول لأن فاعله محذوف من الجملة وحل محله المفعول به أو الجار والمجرور أو الظرف كما درستم سابقا، فأخذ مكان الفاعل وحركته. أما قولنا من وقع عليه الفعل، أي إنه ليس يقوم بالفعل، لا يقوم بالفعل بهذا الفعل، إنما يقع عليه الفعل. الذي يقوم بالفعل هو اسم الفاعل، أما اسم المفعول فهو الذي وقع عليه الفعل. بالأمثلة راح يتوضح عندنا شنو معناها. عندنا أولاً الاشتقاق. نبدأ بكيفية اشتقاق اسم المفعول من أولاً الثلاثي. راح يواجهنا بالثلاثي أولاً إذا كان سالماً، أي خالٍ من حروف العلة والتضعيف، فهو سالم من حروف العلة ومن التضعيف. يكون على وزن مفعول مباشرةً. دوريسة فعل مبني للمجهول من الماضي مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر. اسم المفعول هو مدروس على وزن مفعول. ضرب مضروب، كتب مكتوب. درس الكتاب، الكتاب هذا درس، تمام؟ فهو مدروس، هذا الكتاب هو مدروس، أي إنه ليس بدارس، إنما وقع عليه الفعل، لم يقم بالفعل دارس، إنما وقع عليه فعل الدراسة فأصبح مدروس. هذا هو مفهوم اسم المفعول. أما إذا كان مضعفا أي مشددا، نفك التشديد ونضع الفعل على وزن مفعول نحو مدة يصبح ممدود، رد مردود. إذا كان مضعف الوسط نعده من الرباعي. درس مضعف الوسط، تعتبر هذه الراء راءين بمعنى أنه رباعي. درس يدرس، نحتاج إلى المضارع ثم نقلب ياء المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر فتصبح مدرس. هذه الطريقة طبعا هي طريقة اشتقاق الرباعي منه اسم مفعول. إذا كان الفعل معتل الوسط نرد الفعل لمضارعه مع قلب ياء المضارعة ميما مفتوحة. قال، نحتاج إلى المضارع لأنه معتل الوسط. يقول مقول، باع يبيع مبيع، صام يصوم مصوم. أما إذا كان الفعل معتل الآخر نرد الفعل إلى المضارع أيضا مع قلب ياء المضارعة ميما مفتوحة وتجديد الحرف الأخير. قضاء معتلة الآخر، نحتاج إلى المضارع يقضي. مقضي، هذا أمر مقضي، تمام؟ هذا أمر مقضي وقع عليه فعل القضاء،
لو قلنا هذا أمر قاض أي إنه قام بفعل القضاء، لكنه مقضي أي إن هنالك أحد قضى هذا الأمر، فأصبح هذا الأمر مقضي، وقع عليه الفعل، لم يقوم بالفعل هذا الأمر إنما وقع عليه الفعل فهو مقضي. دعا يدعو مدعو، هدى يهدي مهدي. اشتقاق اسم الفاعل اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي، نحول الفعل إلى المضارع ونبدل ياء المضارع ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. استخرج يستخرج مستخرج مستخرج، هذا فحم مستخرج من الأرض، مو خارج وحده لحاله إنما مستخرج أي وقع عليه فعل الخروج أو الاستخراج هذا، لم يقم هو بفعل الخروج حتى نقول هذا فحم خارج. تمام؟ إذن هذا فحم مستخرج أي إنه وقع عليه الفعل ولم يقم بالفعل. أقال يقال مقال، اتقن يتقن متقن، هذا عمل متقن. تمام؟ هذا عمل متقن أي إن هذا العمل وقع عليه الفعل ولم يقم هو بالفعل فهو متقن هذا العمل. لدينا ملاحظات. اسم المفعول يثنى ويجمع ويؤنث كاسم الفاعل لأنه اسم تقع عليه كل هذه الأمور، مرموق مرموقان مرموقة ومرموقون. هناك أسماء مشتقة تأتي اسم فاعل وتأتي اسم مفعول، مثل مختار مشتاق محتاج، شلون نحن راح نعرف ونفرق بيناتهم؟ أضع هذه الكلمات في جملة، أضع هذه الكلمات في جملة، يعني من سياق الجملة راح أني أفهم هي قامت بالفعل لو وقع عليها الفعل. فلو قلنا مثلا القائد مختار من قبل الشعب، مختار هذا الفعل الاختيار وقع عليه الفعل، لم يقم هو بالاختيار إنما أحد اختاره فهو اسم مفعول. الشعب مختار، الشعب هو الذي اختاره، هو الذي اختار القائد، إذن وقع أو قام عفوا بالفعل، إذن هو اسم فاعل. الشعب الفلسطيني مخضبة أرضه بدماء أبنائه، إذن مخضبة هنا اسم مفعول، لماذا؟ لأنه وقع عليه الفعل، فعل التخضيب، لم تقم هي بحد ذاتها بتخضيب نفسها بالدماء، إنما بدماء الأبناء تخضبت هذه الأرض، أي وقع عليه الفعل وليست قامت بالفعل، فإذا هي اسم مفعول. نأتي الآن إلى شروط عمل اسم المفعول. يعمل اسم المفعول عمل فعله المبني للمجهول. الفعل المبني للمجهول شو يسوي؟ شنو عمله؟ راح يكون عمل اسم المفعول مثل عمل اسم الفعل المبني للمجهول، لأن إحنا اشتقيناه من عنده. فيرفع بعده نائب فاعل ويعمل هذا العمل بشروط. الشروط هذه هي ذاتها شروط عمل اسم الفاعل نفسها. فرح يواجهنا اسم المفعول بحالتين، الأولى محلى بأل والثاني نكرة. إذا كان محلى بأل فيعمل دون قيد أو شرط لأنه معرف بأل، المحترم رأيه أبوك. المحترم هذا الشخص اللي وقع عليه فعل الاحترام فهو محترم، هو اسم مفعول عامل، لماذا؟ لأنه محلى بأل. فرأيه الاسم المرفوع الذي يقع بعده هو نائب فاعل لاسم المفعول خاص به، لأن اسم المفعول عامل فيعمل على معموله الذي بعده، وتكون علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لدينا ملاحظة إنه الكلمة التي بعد اسم المفعول هي معمولة تعرب نائب فاعل، يعني إذا وردنا سؤال استخرج المشتقات وبين معمولها نعرف إحنا المعمول شنو، الاسم
الواقع بعد الاسم المشتق اللي عمل عليه إذا توفرت به الشروط. في الجملة السابقة عندنا المحترم رفع نائب فاعل اللي هو رأيه دون شروط لأنه محلل بأل. لدينا جملة أخرى المحبوب خلقه محبوب. المحبوب هنا اسم مفعول عامل لأنه محلى بأل ويعرب مبتدأ لأنه اسم وقع في بداية الجملة. خلقه نائب فاعل المن لاسم المفعول، ومحبوب هي خبر للمبتدأ الذي وقع في بداية الجملة. إذا كان نكرة مجرد من أل يجب أن يكون منونا، هذه الشروط ذاتها اللي شرحناها سابقا باسم الفاعل راح نطبقها على اسم المفعول. إذا كان نكرة يجب أن يكون منون يعني بتنوين، أما تنوين فتح أو ضم أو كسر، وأن يعتمد على يعني بالإضافة إلى أنه منون لازم تتوفر به شروط أخرى. هذه الشروط مو ثابتة، مو مثل التنوين، التنوين لازم يكون هذا الشرط ثابت. الشروط المتغيرة راح تكون أما بنفي أو استفهام أو يقع خبراً أو يقع صفةً أو يقع حالاً أو يقع منادى. النفي والاستفهام: أمعاقب الكسول؟ أمعاقب الكسول؟ هنا تصدرها استفهام، فمعاقب اسم مفعول عامل لأنه سبقه استفهام وهو نكرة ومنون. معاقب اسم مفعول أي إن هنالك شخص عاقبه، وقع عليه فعل العقاب فهو معاقب. الاسم المرفوع الذي بعده هو نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع بالضمة، سد مسد الخبر لأن هنالك وجود استفهام فيجب أن يسد مسد الخبر لأن اسم المفعول كان المبتدأ في هذه الجملة. ثانيا النفي: ما محمود؟ الكذب. ما محمود؟ الكذب. الما هنا نافية، محمود هي اسم مفعول وقع عليه فعل الحمد فهو ليس بحامد يعني ما قام بفعل الحمد، إنما هو وقع عليه فعل الحمد فهو محمود، فهو اسم مفعول. هل هو عامل أم لا؟ نعم عامل لأنه نكرة ومنون وسبقه نفي وهو مبتدأ لأن سبقه نفي. هذه الملاحظة أخذناها باسم الفاعل. فعندنا الكذب الاسم المرفوع الذي بعده هو نائب فاعل لاسم المفعول سد مسد الخبر. أن يقع اسم المفعول خبرا أي منون وهو خبر فهو عامل. البيت مرفوع بناؤه. مرفوع هنا هي اسم مفعول لأنه وقع عليه فعل الرفع، ما قام هو بالرفع لحاله، إنما هو مو رافع إنما هو مرفوع وقع عليه الفعل فهو اسم مفعول. هو عامل أم لا؟ نعم عامل لأنه نكرة ومنون ووقع خبرا لأن البيت اسم تصدر الكلام فهو مبتدأ. فبناؤه الاسم المرفوع الذي بعد اسم المفعول سيكون معمولة أي نائب فاعل لاسم المفعول. ما أقول فاعل ليش؟ لأن أني اسم المفعول اشتقيته من فعل مبني للمجهول فلازم يرفع لي نائب فاعل بعده. دال أن يقع اسم المفعول صفة. عندنا ملاحظة أخذناها سابقا بعد النكرات صفات بعد المعارف أحوال، أي إن الصفة تبين لي هيئة اسم نكرة قبلها. هذا مسكين مهدودة قوته. مهدودة قوته، إذن أكو شيء هاد هذا قوة هذا المسكين، مو يعني مهدودة بحد ذاتها، إنما وقع عليه فعل الهد، تمام؟ هذا المسكين النكرة بين لي هيئته بأنه مهدودة قوته، إذن هي صفة لأنها بينت هيئة النكرة التي قبلها. فمهدودة اسم مفعول عامل لأنه نكرة ومنونة ووقع صفة. فالاسم المرفوع الذي بعدها هو نائب فاعل المن لاسم المفعول عمل على الاسم الذي بعده لأنه توفرت به الشروط. أن يقع حالا.
الحال تبين لي هيئة هيئة المعرفة التي قبلها. وممكن أنه نحول الجملة إلى سؤال فيكون الجواب سؤالي كيف بكيف، فيكون الجواب هو الحال. مثلا عندنا مثال: سار المقاتل مرفوعا رأسه. كيف سار المقاتل؟ الجواب مرفوعا رأسه. إذن ستكون مرفوعا هي الحال. المقاتل معرفة لأنه معرف بأل، فهي بينت لي هيئة المعرفة التي قبلها فهي حال. ما ممكن أن أقول صفة لأن اللي قبلها معرفة مو نكرة، تمام؟ فمرفوعا مو رافعا، مرفوع وقع عليه فعل الرفع فهو مرفوع، تمام؟ فهو اسم مفعول عامل أم لا؟ نعم عامل، لأنه نكرة ومنونة ووقعت حالا فهو عامل. فالاسم المرفوع الذي بعده هو نائب فاعل لمن؟ لاسم المفعول. وأخيرا أن يقع اسم المفعول منادى، أي تتصدره ياء النداء. يا مسلوبا حقه جاهد، هذا الإنسان مسلوبا حقه، مو هو اللي سالب الحق حتى نقول عليه اسم فاعل، إنما هو مسلوبا، يعني أكو أحد سلب هذا الحق، حق هذا الإنسان، فهو وقع عليه الفعل مو قام بالفعل. إذن مسلوبا هو شنو؟ اسم مفعول. عامل أم لا؟ نعم عامل، هذا الشرط جدا سهل، إنه مجرد إنه أنا أشوفه نكرة ومنون سبق ياء نداء، إذن هو وقع منادى فهو عامل. فحقه الاسم المرفوع الذي بعده عمل عليه فهو نائب فاعل المن لاسم المفعول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إلى هنا انتهينا من شرح موضوعنا لهذا اليوم. واجبكم سيكون كتابة السلايدات اللي راح أرسلها لكم إن شاء الله مع حل التمارين. شكرا لكم وإلى اللقاء.